العيالات حباباتي، صباح الخيرات، صباح النور، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير، اموركم زينه يا ربي الحبيب. هنتلاقوا في فيديو في شحال من حاجه ان شاء الله. وجدت ثوم للخير الفطور كل نهار ورزقوا. عندي السومو لانه قرب لا دات تمشي خاصني ناكلو، ولي زوليف زويتينات، الكاكي قطعته بحال هكذا ها هما، وسميتو جبيبينيه فيها لوبيا، لا جلبانه القاصحه، جلبانه القاصحه مع البوره صويبه، منه الفطور ومنه الغداء البنات. قرب 12 شويه تاع الخبز بيان سور هنحمرو، وحليبه حليب وقهيوه ولا بره تاع اتاي، المهم بحره حطيتهم باش ياخذوا لا تمبيراتور تاع الدار. نتمنى تكونوا بخير، صحيحتكم لاباس، اموركم زيانه. هذه اللي لابساها راني خديتها من شيئين البنات، هنوريكم في هذا الفيديو شحال من حاجه. هذا راه بالسروال، السروال هذا طاي اوني. نشارك معكم شحال من حاجه الايام جاي. هاني ماما، هاني تتا باغي تبين، تتا باغي تسلم على الحبيب. ها يا خويتي هاد الوليدات، يا خويتي هادي الله يخلي لكم وليداتكم. وتبارك الله شحال في تاع الشطونات مؤخرا هاد السي ليام، شطونات شطونات، ها فيك شطونات، والله لعل العظيم ما فيه شطونات احباباتي، ما تخيليش. وياه البنات احباباتي فيه شطونات، حمدناك يا ربي شكرناك. المهم احباباتي هنشارك معكم الملابس اللي وصلوني من شيئين، فيهم تكوات، فيهم دي دودون مونش، دودون مونش وسون مونش. المهم هنايا التريكوات انا هنوريهم لكم هنايا، هي هاتيك، وهنحط لكم لي ريفيرونس في صندوق الوصف، ولو كود الي فالابل جوسكا لو 17 ديسمبر 2023. هاد التريكو زوين، زين البنات، تريكو زين وحنين ورطيب. خديت فيه لاطاي ال، هي لاطاي الكبيره، حتى الاخر اللي قبل خديت فيه لاطاي ال. المهم كاين شي حوايج عجبوني وشي حوايج ما عجبونيش، وكما القاعده انا تنشارك معكم وتنقول لكم الراي تاعي. المهم هادشي اللي جاي لقدام ما عجبنيش بزاف، هذا ما عجبنيش، وخذا خديت فيه لاطاي ال ما بيش، ولكن صراحه ولا ما ارتحيتش فيه. الحاجه اللي ما ترتاحش فيها رانا تنقولها لكم. المهم انا دابا تعجبوني فوقيت الشتا، تعجبني الحاجه مفضفضه، الحاجه طويله سخيخنه حنينه. ها هو لونسومبل اللي كنت لابسه في الغوز، فن البنات، ثمنه زويون ما نكذبش عليكم، زويون ومريح وسخين صراحه لله، زويون وعجبني. المهم انا هنخليكم البنات تفرجوا وهنوريكم شي حويجات ما عجبونيش. هذا اختي تتلبس مع لا طاي اوت، شي بونطالون طاي اوت، المهم ما ارتحيتش فيه، ونكذب والله اختي ما ارتحيت فيه. هاد التريكو حتى هو ما ارتحيتش فيه، منكذب وما ارتحيتش فيه. المهم يقد يعجبكم نتوما ما عجبكمش، المهم انا ما ارتحيتش فيه. علاش ما تسولينيش علاش؟ راه انا براسي ما عرفاش السبب، السبب ما عرفتوش. المهم هادي من جهه، هنايا حبيباتي ها نتوما كيما تشوفوا هذا حتى هو ما ارتحيتش فيه. تقولوا لي فضيله راكي هبيله، ونكذب ما ارتحيتش فيه، ما عرفتش علاش جاني قريب بزاف لوكور، المهم ما ارتحيتش فيه. وانا تنشارك معكم اللي كاين، هذا حتى هو ما ارتحيتش فيه، علاش ما عرفت البنات، المهم ما ارتحيتش فيه ما عرفتش علاش. حنايا نقولوا الصراحه والوضوح، هذا خلاص، هذا خلاص ما عجبنيش، ما عجبنيش. التوب تاعو زين حنين، المهم ما عجبنيش. راه نقد نلبس فوقهم هادو دابا اللي شتوهم، نقد نلبس فوقهم شي حاجه، يعني شي كارديكيون ولا شي حاجه، ولكن ما عجبونيش، المهم ما ارتحيت فيهم. هادشي اللي كاين، ها هو هذا تا هي هاد الكسيوه اللي عجبتني، الكسيوه ونكذب الكسيوه زوينه، وخديت فيها لاطاي اكس ال، زوينه وحنينه، وفيها ديك اللعيبه تاع الدونتيل صراحه لله، والثمن حنين وزويون ما نكذبش عليكم. وكاينه واحد الكسوه تا هي خديتها زوينه البنات، ما نكذبش عليكم، فنيونه، نكذبوا حنايا لا ما نكذبوش، عجباتني. المهم خاصها يديروا معها السوتيانات في الكحل. هاد الكسيوه تا هي زويونه، زويونه وتجي سميتو مع ليبا ومع شي دي بوتين طالعين ولا بوتين قصار، تجي فنه. المهم انا راه صورت لكم غابيد غابيد، لان سميتو كما تشوفوا مع الوليدات ومع الوقت الله غالب.
نتوما البنات حباباتي. المهم الكسوه ما بيهاش كما قلت لكم، الكسوه هذه اللي جايه بيزو بيزو اللي كنتو تعقلوا عليه. المهم الكول فيه في شكل، المهم ما عرفتش كي ندير ليه وانا تنفي لي مزربانه لان ولدي نعس. المهم السوتيانات راه ماشي عندهم شي علاقه، كان عليا ندير غير السوتيانات ما يبانوش. المهم انا تنوريكم ولكن زوينه الثمن تاعها حنين. غنوريكم هنايا لي دودون الصمونش، ها هما جوجات وكاين واحدة بالكمام، زوينين زوينين البنات. المهم نتمنى تخلوا لي الميساج تاعكم وقولوا لي اش بان ليكم البنات حباباتي. هنوريكم لي دودون اللي وصلوني وهنوريكم، المهم لي دودون اللي وصلوني هنحط لكم الفيديوهات هنايا. المهم هذا ها هو دودون سون مونش، فيه القبية وطويل. المهم جو بروفيت لان ولدي ناعس. فوالا طويل، هذه طويله حبيباتي تجي فنه. المهم نحاول نهبط لا ما ندير شي كارثه كما تنقولوا. فوالا ها نتوما، ها هي طويله البنات شوها، هذه طويله ولي دودون الاخرين تما طواله تبارك الله. ما عرفتش واش بان لكم من هنايا مزيان، تصبروا معايا ما عندنا ما نديرو، خاصكم تصبروا معايا. المهم ها هي شتوها طويله تبارك الله طويله، ها هي غنحط لكم لا ريفيرونس ولي ليان كلهم غنشارك معاكم بيان سور، وغنوريكم شي حويجات اخرين تاع تميتو تاع الشيئين وصلوني، ولكن خاصهم حتى يتصبنوا فيتصبنوا. ومن بينهم هاد اللبيسه راه هادي تصبنات وكاينين شي حوايج باقي ما تصبنوش، هادي تصبنات ونشفت. ونوريكم نشارك معاكم احباباتي، ومرحبا بيكم والف الف الف مرحبا العيرة حباباتي. الطبيصيل تاعي كل نهار ورزقه، والتريكو راه تاع الشيئين تا هو وصلني. المهم وصلوني الكليات مفرقين، هذا زين، هاد التريكو زين عجبني، هو الزرق كما قلت لكم والبيج. هنايا غنوريكم واحد السروال كان عاجبني خديته صدق، غير انا ما قديتش اللبس ونوريه لكم اللبس لانني صبنتهم ومع الجو فيه البرد والشتاء ما نشفوش ليا دغيا وبغيت ننزل الفيديو. المهم حمدناك يا ربي وشكرناك اللي ما شريت نزه. لا دودون اللي بالكم راه ما بقاش غير تاخذوا ستوك، هذوك لي دودون الصومونش راه باقيين حباباتي كاينين. المهم حمدناك يا ربي وشكرناك كل نهار ورزقه، وخليت لكم الصحه والسلامه. وخلوا لي في التعليق هذه القضيه تاع المهم تجرى لي بعد نوبات ونكذبوا، تجرى لي بعد نوبات نشري الحاجه وما ما تصدقش ليا. المهم ما عجبتنيش، رانا لبستهم ولكن مرتحيت فيهم، رانا نقد لبسهم في الوقت تاع الربيع ويعجبوني ولكن دابا ما عجبونيش، علاش ما عرفت. ايوا الحلو هذا الشيء اللي كاين.